السيد معالي وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات عضو المكتب السياسي المحترم، السيد المنسق الجهوي المحترم، السيد المنسق الإقليمي المحترم، السادة النواب البرلمانيون المحترمون، السادة رؤساء الجامعات المحترمون، السيدات والسادة الأعضاء حضوركم. بأسمى معاني الود والتقدير والاحترام أتوجه إليكم جميعا بكلمة مختصرة ومتواضعة في هذا اليوم التاريخي المتميز. المؤتمر اللي هو اليوم مؤتمر الحمد لله مؤتمر اقليمي لمدينه القنيطره، مؤتمر ديال الحزب ديال التجمع الوطني للاحرار اللي دار المؤتمر ديالو الحمد لله اللي عزل فيه المنتخبون والاعضاء اللي غيمشيو للمجلس الوطني والاعضاء اللي غيمشيو للمجلس الجهوي والاعضاء اللي غيمشيو للاتحاديه، الحمد لله بواحد الشفافيه وبواحد الديمقراطيه وبواحد الاتفاق بين الاخوان كاملين ديال اللجنه اللي دارت ووافقت على الاعضاء الحمد لله، ودازوا صوتوا على الاخوان ديالنا اللي غيمشيو للمؤتمر الوطني ان شاء الله اللي غادي يكون نهار 4 و5 مارس. اذا هذه هي الاجواء، دازت انتم حاضرين دازت في اجواء شفافه والحمد لله ما كاين، دازت في اطار معقول في اطار هذا اللي تراس السيد الوزير وزير الفلاحه واللي تراس المؤتمر السيد المنسق الجهوي. الاخوه من هذا المنبر تنشكروا رئاسة الحزب رئاسة السيد عزيز أخ النوش اللي هو سهر الحمد لله باش يجمع الحزب، ودابا الحمد لله هو زيد الحزب القدام، هو ترأس هو في المرتبة الأولى والحمد لله باقي حنا باقي يلا 3 شهور ولا 4 شهور، باقي الأيام قدامنا إن شاء الله اللي غادي تبين العمل ديال الحزب ديال التجمع الوطني الأحرار في المغرب إن شاء الله اللي غادي يقود وغادي يزيد القدام، ونطلبوا له التوفيق. اليوم كنا كيف ما شفتوا ضيوف على مدينه سوق الاربعاء الغرب اللي استضفتنا واستضفت المؤتمر الاقليمي ديال الحزب التجمع الوطني الاحرار، وهو تعتبر مؤتمر تحضيري المؤتمر الوطني اللي غادي يكون في يوم 4 و5 مارس 2022 هذه السنه لانتخاب اجهزه ديال الحزب للمجلس الوطني ومن بعد المكتب السياسي. هذا المؤتمر الاقليمي كان مناسبه باش المناضلين والمناضلات ديال الحزب التجمع الوطني الاحرار يتلاقاو ما بيناتهم، وبحال قلنا من بعد يحتفلوا بالفوز ديال اللي جا من بعد الانتخابات ديال 28 تنوير. هذا المؤتمر كما كان الحال بحال اللي قلنا تجمع المناضل والمناضلات، وغادي ينبثق منه المؤتمرين والمنتدبين اللي غادي يكونوا في المؤتمر الجهوي والمؤتمر الوطني، وكذلك سيتم الاتفاق على الاعضاء اللي غادي يصوتوا عليهم باش يكونوا باش يمثلوا الاقليم في المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني الاحرار. اليوم كان عندنا المؤتمر الاقليمي لحزب التجمع الوطني الاحرار باقليم القنيطره، انعقد في ظروف بالنسبه لنا جيده، حاولنا ما امكن اننا نحترموا الاجراءات الاحترازيه، كانت الحضور فيه تمثيليه جغرافيه وتمثيليه نوعيه، جميع الجماعات كانت حاضره، جميع المنظمات الموازيه ان كانت شبابيه او نسائيه او مهنيه حاضره، التمثيليه ديال المنتخبين كانت ان كانوا جماعيين او مهنيين، صادقنا على المنتدبين اللي وقع حتى هما توزيعهم بشكل جغرافي وبشكل كيضمن على الاقل الثلث ديال النساء، واللي كيضمن التمثيليه ديال المنتخبين وديال الشبيبه وديال المهنيين وديال كل الفئات. وبعد ذلك صادقنا على المنتدبين للمؤتمر الجهوي واللي غادي يكونوا عندنا تقريبا واحد 64 زائد 22 اللي هما عندهم الصيفه والاخرين المنتدبين، وصادقنا كذلك على الاعضاء اللي غادي يكونوا في المجلس ديال الاتحاديه الاقليميه اللي غادي يكون عندها فيما بعد الدور ديال انها تنتخب لنا المكتب الاقليمي اللي كيترأسه بطبيعه الحال المنسق الاقليمي. اذا هذه هي الاجواء، الحمد لله دازت في توافق تام لان التحضير كان تحضيرا جيدا.